برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته، اتفضلي. ازيك يا أستاذة نبيه، عاملة إيه؟ الحمد لله بخير، كل سنة وحضرتك طيب. وإنتي بألف خير يا رب. حضرتك أنا بحبك جدا والله العظيم. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يكرمك، كل سنة وأنت طيبة يا رب. وحضرتك بألف خير يا رب. وألف سلام اتفضلي. عليكي، وألف الله يعني ربنا يسلمك، يشفيك. الله يسلمك، ربنا يخليك يا رب. إيه، كل سنة وحضرتك يا دكتور إيهاب. أهلا يا أم محمد، إزيك؟ كل سنة وحضرتك طيب. وإنت طيبة يا فندم، ربنا يكرمك. إيه حضرتك، كنت عندي يعني عندي سؤال. اتفضلي. إيه، أنا متجوزة دلوقتي بقالي 10 سنين، و أنا وجوزي حضرتك يعني ما بقاش فيه تفاهم خالص ما بيننا، ما بقاش فيه تقدير خالص ما بيننا، ولا بقى فيه احترام. ليه يا أم محمد؟ يعني مش عارفة ايه اللي وصلنا كده بصراحة. هو طبع معين، هو من النوع اللي هو البخيل. بخيل. بخيل. انتي بقالك قد ايه قلتي متجوزة؟ 10 سنين. والبخل هنا حضرتك مش فلوس بس، يعني بخل في كل حاجة. في كل حاجة يعني. شكاك بقى لأبعد حد ممكن حضرتك تتخيليه. شكاك. شكاك. أنا دلوقتي المشكلة مع الولاد، يعني هو الولاد ابنه الكبير مش بيعرف يتعامل معاه خالص. ابنك قد ايه؟ ابني عنده 9 سنين دلوقتي. تمام. طب وانتي الحاجات، الصفات اللي انتي قلتيها فيه دي ظهرت لك امتى؟ والله من اول الجواز، بس انا كنت بضغط عشان خاطر يعني اول الجواز بقى فرحانين وكنت بحبه كده، بس دلوقتي طب اصل البخل ده، يعني البخل ده اكيد ظهر وانتوا في الخطوبه، ظهر ظهر. وانتوا بتجهزوا. انا كنت متجوزه، يعني انا مخطوبه وانا عندي 16 سنه، اتجوزت وانا عندي 18 سنه. فانا حضرتك انا كنت يعني صغيره، كنت عيله يعني، ما كنتش بفهم يعني شخصية الناس. كنت بقول ان هو حريص عشان خاطر هو بيجهز نفسه طب كده. واهلك؟ اي ناس طيبين وغلابة والله، ما كانش يعني اللي كان ظاهر مننا يعني منه، كان هو كان انسان كويس خالص. حتى لما جينا سألنا عليهم قالوا ده ناس في حالهم بس على قد حالهم، يعني ما دورناش في فلوس. هو دلوقتي بيتهمني ان انا مادية، ان انا مادية وبتاعت فلوس، وان انا يعني لما بزعق معاه مثلا عشان لما بيبقى في البيت مثلا ما بيشتغلش، اقول له اطلع اشتغل، يقول لي اطلعي انت اشتغلي، اطلعي انت ما انت نايمه في البيت، اطلعي انت دوري على شغل. هو بيشتغل ولا ما بيشتغلش؟ والله هو يوم كده ويوم كده يعني، يعني على حسب. اتكالي كمان. يعني لو لما نعوز فلوس يطلع يشتغل، طول ما البيت مثلا فيه حاجه اكلنا النهارده مثلا يكفينا يومين، لا قاعد ما بيشتغلش، يقول لي انا بحمد ربنا وكده انا راضي برزق، هو ده رزق. قلت له لا، ربنا ما قالش كده، ربنا قال اسعى، وان احنا يعني بقينا في دنيا مش عايزه حد يقعد، مش عايزه حد يتكاسل. احنا ما البيت كل يوم عايز، كل دقيقه عايزه، وبعدين الولاد بيكبروا طبعا. انا بقى غلطانه، انا غلطانه في كده. فبدا يتخانق معاكي عشان بتطالبيه ان هو بيتخانق معايا، عشان وعشان هو حضرتك من النوع اللي بيحاسبني على الجنيه. لما هو بيصرف حاجه على نفسه انا باجي احاسبه، فبقول له ليه ولادك اولى بيها؟ يعني لما كنت تجيبها ولادك مثلا تاكلها مع ولادك، يعني ليه تاكلها لوحدك؟ فبيزعق معايا بقى وبتخانق معايا جدا، وبتسمع بينا الناس، وبتدخل في ناس بتتدخل ما بيننا، وقايل عليا كلام وحش جدا، وقايل عليا ان انا بتاعت فلوس وبتاعت اكل وشرب وكده. طب انتي سؤالك ايه؟ تتصرفي معاه ازاي؟ انا دلوقتي عشان ابني دلوقتي انا خايفه عليه، ابني في المدرسه انا خلاص انا وهو كده خلاص يعني وصلنا لاخر الطريق. فانا دلوقتي ابني اتعامل معاه ازاي؟ وهو انا بدات الاحظ عليه ان هو بدا يقل في المذاكره جدا، بدا تركيزه يقل، بدا يعني لان عشان هو كان هو حاضر كل حاضر كل المشاكل. ايوه، ومحضره في كل حاجه، وانا بكلمه على طول بقول له ما تدخلوش في بيننا، لان دي نفس هي في الاخر. طبعا. طيب حاضر. طب عينا يا ام محمد. بصي يا استاذه لميا، اتفضل. المرأة إذا فضيت البطارية، وإذا في نفس الوقت اللي الرجل مش واخد باله، بسميها كده مش واخد باله، البطارية بتفضى لحد ما وصلت إنها فضيت خالص وبدأت النور ينور البطارية خلاص،
في الوقت اللي بعض الازواج بيفتكروا ان ده فور جرانتد للابد مضمون، يعني انسانه شريفه محافظه هتروح فين يعني مش هيحصل حاجه، مره 10 سنين كبرت ضامنها بالبلدي زي ما بيقول. هذه الاجواء يعني اللي انت مغيب وهتفاجئ بمفاجاه سخيفه جدا ومفاجاه مؤلمه ليك جدا، طبعا هذه الاجواء بقى بالمفاجات بالتوهان اللي احنا فيه ده، مين اللي عايشه؟ الاطفال. فالاطفال برضو زي المشكله اللي قبلها يعني بينشأوا في اجواء مرضيه لا تساعد. بعض الدراسات اثبتت انه حتى الفيزيكال جروث او النمو العضوي الجسدي بالمجموعات ابناء الطلاق او ابناء مش الطلاق، الاجواء السيئه دي مقارنه بالاطفال اللي بينعموا بحياه معقوله، مش هنقول يعني احنا مش في الجنه، لقوا فرق سنتي في الطول ولقوا في الاوزان بتاعتهم اعلى وحاجات كتيره جدا في مقاييسهم افضل من الناحيه العضويه. ومن الناحيه النفسيه زي ما كانت في اللي فاتت صعوبات تعلم، الاداء الدراسي مش حلو، هي دلوقتي خايفه على ابنها. الحقيقه انا رايي انه يعني ام محمد يجب ان احنا زي ما القران قال نجيب الناس ونقعد عشان ندي فرصه تشانس، يمكن انت مش عارف، نديك قلم على وشك نكب عليك كده جرد الميه ساعه عشان تصحى فوق. الحقيقه البخل سواء البخل فعلا المادي او البخل العاطفي او البخل ما هو مع الاسف ما هي بتتكلم على اعلى درجات البخل، اعلى درجات البخل في كل حاجه هي مش بصي ماديا عشان بس. عشان يا لميا الزوجه تقول وصلنا لاخر الطريق ما بتقولهاش بسهوله. ممكن في لحظه زي تطلقني طلقني الكلام، لكن عشان تقول وصلنا لاخر الطريق دي خلاص كده ايه تشبعت. لكن مع ذلك انا بقول لسه الاغاني ممكنه، ممكن لو قعدنا وتنبه الرجل واتمنى ان هي بس اللي في بطاريتها فضيت تحاول تكون نفسها مفتوحه تتقبل الوضع ده تاني. بتقولك انا اكتشفت ده من الاول وحتى انت سالتيها، بس خلاص هي مشت العجل عشان الاطفال. انا اخشى ما اخشى في الاطفال دول ان هم بينشأوا نشأه فيها عدم شعور بالامان، فيها عدم تركيز في الدراسه، في عدم استمتاع بالحياه، كواليتي اوف لايف مش حلوه، جوده في الحمل، كل حاجه كل حاجه بتقع منك زي اوراق الشجره كده بتتساقط. فالعيال دول حقيقه يعني this is not a good quality of life، دي مش جوده حياه خالص. لو كان في الجوده دي مش حياه جيده. فانا بتكلم على جوده، ما بتكلمش على الاشخاص. اشخاص قدروا يعملوا معادله جديده في الحياه مع بعض يتفقوا عليها ويعملوا لي جوده افضل لنمو الاطفال عضويا ونفسيا، خير وبركه. ما ينفعش، انا مش عايز اقول لك ساعات بعض الجهات هي اللي بتتدخل للتطليق حتى لو سكت الناس. ليه؟ لانه انتوا كده بتجنوا على الاطفال، لا ضرر عليكم ولا ضرار على الاطفال. فانا كمحامي للطفل كادفوكيت للطفل وظيفه طب الاطفال والطب السلوكي للاطفال انه يحمي الاطفال. فبيقول للبيرنتس اذا كنتوش تبطلوا الاداء اللي انتوا بتادوه ده اللي هو قد يكون مش ضرب، مش لازم يكون ضرب، بالعكس صمت وخرت الزوجي. صمت يبقوا شايفين، يا ما هو الاطفال يبقوا شايفين الاب والام ماسكين طول الوقت بعض. أيوة. يبقوا شايفينهم ساكتين تماما ومنفصلين عن بعض، والحالتين غلط بالظبط، مش حياه يعني هو مش لازم نقطع في بعضينا، لا 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 خالص، كل واحد في حته، كل واحد عايش دنيته، هو رامي طوبتها وهي راميه طوبته. اذا كان في ده بتقول لك اذا كان يعني الاكل مكفيهم زي الطيور عايشين زي الطيور اليوم بيومه، هو رزق ربنا ما قلناش حاجه طبعا. بس اين حتى انا مش سيبك من الفلوس، عايز اشوف العيال يشوفوك كده عندك نموذج الاجتهاد والعمل وعشان نشتغل عشان نجيب رزق. ما هو بابا اللي احنا بنطلع نشوفه وعامل معانا ايه وربنا ازاي.